ستينا بصوت الفنانة الكبيرة أمينة فيخت، واللي نقولوا وأخيرا باش تعود إلى ركح مسرح قرطاج الدولي. دونك عشاق وجمهور أمينة فيخت، ما تنساوش الموعد، مازال الدات ما تحددش بالضبط، لكن الأكيد أنه باش تكون حاضرة في مهرجان قرطاج. أحكينا جماعة هذه على مهرجان الورد. دونك اليوم اخترنا باش نضيف رئيس جمعية الياسمين السيد محمد منسي. صلحوا لي المنسي. محمد المنسي، مرحبا بك محمد المنسي. مرحبا بكم، مرحبا بكل متتبعين قناة حنا بعد. مشكورين على الدعوة، الحمد لله لاباس. نقولوا واخيرا توجت ملكة جمال عيد الورد باريانا البارح السهرة. فعلا كانت سهرة انتخاب ملكة جمال مهرجان عيد الورد في اريانا، اللي يدخل السنة دورة 22 نتاعو. مهرجان عريق، مهرجان الورد في اريانا معروف على مستوى وطني وحتى عالمي. سهرة انتخاب ملكة جمال هي ميس روزا غاليكا، سنة سانكام إديسيون بتاعها، العدد الخامس. هي في الحقيقة هي تظاهرة، مش سهرة فقط لتتويج ملكة جمال، هي تظاهرة كبيرة نحضروا لها معنا تيلة العام. معناها التظاهرة ذي اللي حب نقول عليها هي راهي مش تظاهرة متاع ملكة جمال كما المعتاد نعرفهم في الإديسيون الأخرين اللي معناها في المجالات الأخرى. هذه ركزوا الى جانب الجمال ومقاومه الجمال والطول والقامه و و و و فيعني هذه تهم اكثر المستوى الثقافي وخاصه البيئي. ما بين عمناول وسناسي منسي، انت كنت بحذانا عمناول، جيت بحذانا في دارنا ديجا. ايوه كنت بحذانا في دارنا وحكيت لنا ما بين دوره نتاع عمناول ودوره نتاع سناء شنو تبدل انتم، شنو الاضافه اللي زدتوها؟ شنو كل عام احنا نحاولوا نحسنوا من اداء المتسابقات اللي يكونوا موجودين ضمن الفعاليات التظاهره هذه. كان فما عمق اكثر في العمل. نحب نذكر شويه كونه ملي بديت التو معناتها فما تقريب تدرج كبير في على مستوى يعني التظاهره هذه، وشفنا كيفاش المتسابقات معناها انجوا اعمال معناها مميزه. التظاهره هذه اللي خرجت يعني برمضان وخرجت سوير الغضاب اللي اصبحت اليوم ساره تونسي اللي هي النجمه العربيه اليوم ومعناها ورفعت رايه. مازالت كي كنت بحذانا في دارنا دي الجمعه اللي فاتت، هذه يعني بنت مهرجان عيد الورد في اريانا، وتظاهرت ميس روزا غاليكا اللي كانت هي ملكه الجمال في نتاع دوزيام اديسيون، كيف رحمه السجني اللي عملناه كانت معانا كيف اللي هي ملكه الجمال. نشوفوها كانت هي سفيره السياحه في مصر في مهرجان الغردقه مؤخرا الاسبوع الفارط، ورفعت علم تونس. هذه كل يعني التظاهر دي أسماء عطاتهم خرجوا من عيد الورد، من عيد الورد ومن تظاهرة ميس روزا غاليكا. هذوما كلهم دي ميس، وكلهم كل واحدة عندها بروجي في البيئة. مؤخرا وقع تصوير فيلم التحدي. أنا سألت السيدة مدام عادلة وقت كانت حاضرة معنا، قلت لها كيفاش يتم معناها اختيار ملكات الجمال؟ شنو هي حاجه اللي تميزهم؟ خاطر اليوم يظهر لي حك راسك اعمل مسابقه نتاع ملكه الجمال، معناها كثروا ما شاء الله اليوم الجمال في تونس، ولا معناها فعلا هو هذا هو يعني تقريبا المسابقات هذوما تميز حاجه تميز هما هي الرساله اللي باش تقوم بها. فعلا هي حتى من خلال السهره سنة طورنا هما شعارات بيئيه هزوها وثقافيه وبيئيه، وحتى نوعيه اللبسه ماهيش اللبسه المعتاده، كانت لبسه تقليديه. 80% من اللباس كان تقليدي، شاركونا فيه معنا حد وارد الناس زمان وغيره يعني كانت لباس، وكان الشعار كما قاعدين نشوفوا ولا هذايا شعار ولا سوفون لا ناتور لو كليما شونج، هذا شعار بيئي ومهم برشا اليوم التغيرات المناخيه. أهم حاجة عندكم سي محمد يظهر لي الثقافة البيئية اللي يلزمها تكون موجودة 100% عند المتسابقات، عند المتسابقات هذه أهم حاجة، وهذه ركزوا عليهم أثروا في المتسابقات في المجال هذايا، باش هما بعد كما نشوفوا ديفلوبمون ديورابل للإنرجي رينوفلابل معناها التنمية المستدامة والطاقات المتجددة، وقاعدين أثروا فيهم نحاولوا يكونوا فاعلين في المجال هذايا خاصة في التعامل من بعد، خاطر احنا كجمعية نخدموا برشا في مجال ترسيخ الثقافة البيئية لدى الناشئة. رحمة السجني عمناول كانت خدمة بروجي كبير ومهم برشا، مدرسة قدوتي نحو بيئة سليمة. شكون يصرف عليكم كي تقولي أنت معناها جمعية تبنيت برشا ملكات، ونحكيو على الدورة الخامسة توا في اللي تعداوا، أيوة. دونك شكون يصرف عليكم؟ شكون يمولكم؟ فعلا البيئة ولا فعلا سؤالك مهم وجميل جدا. هو انا نحب نحيي كل من داعم وساند جمعيه الياسمين في التظاهرات نتاعها وفي كل الاعمال نتاعها
وآمن بهالخطوات اللي قاعدة تقوم بيهم، وهو كله معناها من أجل بلادنا وتطوير هالمجال هذايا، خاصة في المجال التربية البيئية للناشئة، وخلو ثقافتنا معناها فيه عمق في العمل الثقافي وعمق في العمل البيئي، وفما تطور من عام من سنة إلى أخرى في شراكة مع بتبيع مع بلدية أريانا. وشاركة ذي كبيرة ياسر مع بلدية أريانا، وقاعدين كل عام نحسنوا في العمل مع بعضنا. كيف كيف فما شراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وتعاون كبير مع الوكالة خاصة في المجال هذا، وديجا شفتوا لجنة التحكيم فيها ممثلة عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وهما ديجا تعرف من خلال الأسئلة البيئية تقريب معناها يعرفوا بعض مع شكون باش يخدموا، وهذا مهم برشا. فهمتي كيما عملوا صار مع رحمه؟ وانت تحكي على لجنه التحكيم، يظهر لي منال عمناوي كانت في لجنه التحكيم الدوله. كانت في لجنه التحكيم، علاش خليتوا عليها سنه؟ كل عام نحاولوا نغيروا ونكبروا. سنه تقريب كانت فيها عدد كبير من الاعلاميين والفنانين موجودين كانوا في لجنه التحكيم، وهذا مهم حتى باش يكون فما حياد. فما انصاف اليحيوي هكا، انصاف اليحيوي كانت موجوده معنا، معنا معز تومي، معز ترودي كان معنا وامتعنا في سهره كانت رائقه جدا. كيف كيف ليلى العياشي على مستوى بلديه اريانا، كانت ممثله عن بلديه اريانا، مدام انصاف العباسي عن وزاره المراه، ومدام أمال بوعسيدة عن وزارة البيئة، عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومعز التومي يعني الفنان معز التومي. هذا كل يعني خلى تقريب بها يعني باش كل حد ياخذ حقه. كانت يعني سهير الغضاب، سهير تونسي، هي سارة تونسي بلوتو، هي رئيسة لجنة التحكيم واللي اعترفت بالجميل اللي يعني السهره اللي خلتها اي كجمعيه، ونقلت من مصر وكانت حاضره اليوم، حاضره معنا في السهره. هي خليني ننبسط. هي خريجه معناها مهرجان عيد الورد، قبل ما نستقبلوا ملكات جمال عيد الورد للدوره هذه منوله، شنو عنا توا عنا اش قالوا علينا؟ نشوفوا الموزع الصوتي اش خلونا مساجات ونرجعوا. تفضل. على ملكة جمال عيد الورد بأريانا. ما هذا الجمال يا سمية؟ ما هذا الجمال؟ ما هذه أنا غرت ما هذا الجمال التونسي المشقشق المتلألأ المتشقشق المتفقفق؟ خلينا ما نرحب بملكة جمال عيد الورد الأنسة سوار الحكيمي. مرحبا بك سوار. هاي شكرا لك أكثر. الوصيفة الأولى نورمالمون وفاء العزيزي. مرحبا وفاء عزيزي. والوصيفة الثانية مريم بالحاج. مرحبا بكم. يظهر لي رمارك صغيره، يظهر لي ملكات الجمال نورمالمون يكونوا كلهم طبيعيين، معناها زيرو بوتوكس وتجميل ما فماش. لي هما تجمع زيرو صغيرات على يلقاو نقد كبير، خاطر اليوم كي نحكيو على ملكات الجمال ديما ينقدوهم، معناها انهم ماهيش مزيانه والا فيها وعليها. باغ كونتخ راهو ملكات جمال ماهيش كان جمال هكا، هاو يلزم الثقافه، يلزم معناها برشا كريتير تختاروهم انتوما. هذا هو كما قلت من الاول، يعني مختار مش يعني الكريتير نتاع الجمال هو اللي فاصل بين المتسابقه ويعني واخرى، الاكثر على الثقافه البيئيه اللي يتمتعوا بها هما. معناها هو خصوصيه المهرجان هذا، نشوف سي محمد برشا مرات عاود كلمة البيئة، وشفنا السلوغان كلهم إيكولوجيك، وشفنا يعني والورد ممكن خطر كي نقولوا بيئة الوردة تطلع حشيك حتى في زبلة حشا من يسمع، لكن ماذا بينا تطلع مش في زبلة، ماذا بينا تطلع في محيط، يكون مزيان. دونك رمزية الورد ورمزية البيئة مربوطين ببعضهم، هذاك علاش ديما الملكة حتى الشعار بتاع السنة ملكة هزة وردة. فوالا دونك لازم هي ديجا وردة الملكة بطبيعتها ما شاء الله عليها، نشوفوا في نوارات مزيانات، هذاك علاش لازمها تكون ناتشورال 100%. وانا نشوف في سوار صغرونا مصغرونات مازالوا عليهم، مازال بكري عليهم على 20 اي صغرونا 20 تو ترو جون تي ترو بيل اوسي ومحلاه لبسك تونسيه وي تقليديه مع تقليدية. رمضان تقليديه. شكون لبسكم؟ مدام حايك. مدام حايك اي خدمه على اسم مدام حايك، وتحيه اسمع مدام حايك برازار ولا لا؟ شكون حاضره معنا ان شاء الله بعد شوي؟ هي سميه روحها مدام حايك اي من بزرت وتبارك الله لبس تقليدي كما اكدت، معناها هو ابراز لهالموروث الثقافي. وسامي اخذينا الشعار يعني لبستنا المزيانه فن واصاله وفينه، هذا الشعار اللي اخترته جمعيه ياسمين. معناها تحاولوا ما تخرجوش من الموروث نتاعنا، خاطر احنا نحكيو على
عيد الورد معناه هو ورد دونك نجم انت قلت قبيله حتى الشعار معناها ملكه هذا ورده ما تنجمش تهز حاجه اخرى خاطر ما يكون كان الورد معناها ورينا معروفه بالورد وهذه الكورون تاع ورد هذايا كورون تاع ياسمين هذاك معناها كي نحط انا نجم نولي ملكه نولي ملكه نقول لكم موتوا فتفتوا موتوا انا الملكه مقهورين مني مقهورين 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 مجمعني طبيعي ساسو طبيعي وحياتك حبيبتي صح يا ساسو صح موتو فتفتو كيف هما تبارك الله توجوا يعني بتيجان من الورد الطبيعي وهذا مهم جدا جنب التيجان هذوما ضحتي معناها انا شلقت للناس لهذا بلاستيك معناها نفلم على العباد ساعه يا محمد واحنا 10 اسكت ريحه اسكت طرف اسكت يا محمد تحيه لزبود صالح اسكت طرف سي محمد اخي رسول الله والله ما صلي ماك صايم بيت في الشارج سي محمد لا بصلي على النبي اسكت ريحه يا ولدي راه ياسمين طبيعي ها هاكم تشوفوا سي محمد بركه حب يعمل لي سيلفي لا سابوتاج قدام الناس بالعالي غاير مني خاطر انا طلعت أزين من الملكات نتاعو فحب يعمل لي سابوتاج هذا ياسمين 100% نحيناه من الشجره ديريكتومون من اريانا شكرا ارجع للشارج سي محمد تفضل رجعنا للشارج نحب تحيه بالحق للزهور عبد الكريم صالح اللي يعني توجهم بتيجان من الورود الطبيعيه وهذا مهم برشا وزادهم جمال عن جمال سي محمد انت رئيس الجمعيه حاضر معنا نحب نغتنم الفرصه باش نسال سؤال والبنات حاضرين بحذانا ماذا بعد التتويج؟ بعد شنو اللي يستنى فيهم معناها؟ باش ينطلقوا مباشرة يعني في العمل الميداني وهذا مهم برشا كما سابقيهم يعني باش ينطلقوا في العمل الميداني هو أول حاجة ينطلقوا فيها هي حملة زراعة الورود في أريانا وهذا يعني مهم برشا باش يشاركوا في حملة تاع زراعة الورود فما كل يعني متسابقة باش يكون عندها البروجي نتاعها تخدمه هذا يعني تقريبا نحب نستغل الفرصة مادام موجودين في البلاتو نتاع حنا بعل وحنا بعل يعني تقريبا في أريانا ملكة جمال دورة قبل فارطة يعني ياسمين بن فرج صورت فيلم مهم برشا بعنوان تحدي فيلم على السياحة الإيكولوجية فيلم هذايا في السهرة عملنا له اللونسمون نتاعو يحكي انطلق الأحداث نتاعو من أمبريال سوسة كيفاش يعني وقعت ذاك الحادث نتاع الاغتيالات ثم هي الملكة جمال هذه هي صحفية وأمها تم اغتيالها في الحادثة هذيك رجعت لتونس بعد ذاك الوه ومشيت يعني دخلت المناطق حابه تشوف لوتر تونيزي تونس معناها غير البحر شفت دخلت مناطق عمق البلاد التونسيه مشيت القروان سليانة مناطق يعني اللي يمكن الاستثمار فيها في المجال السياحه الايكولوجيه وهذا اعتقد كونه مهم جدا في المشاريع نتاع المتسابقات سي محمد بركال عليك كما قالت منال يظهر لي البارح بيت في الشارجه دونك شويه على البنات وفاء احكي لي شويه على روحك كيفاش كانت تجربتك في المسابقه هذه عطيها ميكرو اظن سمية منعش ما فما ميكرو داك اعطيها الميكرو تفضل عزيزي وفاء قداش عمرك 25 ans عملت ليسانس اون ايكونومي فوندامونتال سبيسياليتي موني فينانسي بانك ومشارك مع جمعيه الياسمين في تظاهرات ونحب البروجي نتاعي يكون تثمين النفايات هو ديجا سنا الشعار نتاعنا ميكرو ياسمي وفاء وفي اسمك؟ وفي جست سج ميكروب يسمعوك باهي ديجا الشعار نتاعنا سنة تونيزي سون بلاستيك دونك نحاولوا نحدوا من البلاستيك في تونس الكل اوكا ديجا ما عادش نعطيو دي ساشي في لي ماغازان في كل شيء اي دونك نبيعوا نفس الشيت ب 300 فرانك وما خير من كل واحد يهز كونتيتي كبيره نتاع ساشيات بدينا نحدوا منهم وان شاء الله ما عادش نشوفوا لا كيما حديتوا لنا من انه ما عادش خاطر قالنا نقرا قبيله انا جيت في جروند سيرفاس قبل ما يجيوني فيها 400 الساشي بلاستيك بيعيش 400 سنة يا خويا كيما عملوا نحاو ساشيات بلاستيك افرضوا على جراند سيرفاس يعطيو ساشيات كواخت بلاش فاش قام انا نزيد 300 ولا 400 فرنك على القضيه نتاعي هذا يدخل في التنميه المستدامه لا يدخل في البروفيت يدخل في الاستغلال تاع الجراند سيرفاس سي محمد غير يدخلون في التنميه المستدامه نحكي على المشروع نتاعي اللي هو تثمين النفايات النفايات الخضراء ومعناها نولي نتمتعوا بخضرة طبيعية أكثر وكهو من غير بلاستيك ونرتاح يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق وفاء محليك وإن شاء الله ربي يوفقك من اللي أعطي الكلمة الوصيفة الثانية
انت انتم ساعه كنا كلكم ملكات، فمش واحده وصفه اولى وصفه ثانيه وصفه ثالثه، غير خساره لازم التصنيف. خاطر انت مثلا محلك تري تري بيل ومزيانه برشا وتحفونا، اخزر الكاميرا باش نشوف زينك وعينك وقدك وعويناتك لا واحد عليك. عايشك عايشك. تحكي لنا على البروجي نتاعك يا مدام. بون انا سفيره، انا سفيره طبيعه، مثلت مثل الليسي نتاعنا، شاركت في تظاهرات عديده في البيئه. نحب شو اسمك؟ مريم بالحاج. مريم بالحاج. عمري 18 عام. 18 عام مازلت تلميذة باكس ناه؟ ثوازيام. نحب نعمل حملات توعوية وتحسيسية خاصة في المنطقة نتاعي وين نسكن أنا في ريانا. نحب نعمل فازات تاع شو اسمه فضلات. فازات تاع فضلات. تراك 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 أول مرة. أوكي يعطيك الصحة. صحة مريومة. تحب تزيد حاجة أخرى ولا كمل؟ هكا سي بوجه حمار. ميس ديجا عندها ميكرو. أنت ميس عندك ميكرو اقعدي باهي. دونك ميس شنو البروجي نتاعك وأنت متوجة عند ملكة جمال المموال؟ إي جو سوي لمباسادريس لومافورمون ديجا. دونك بالنسبة كما قالت مريم، أنا ديجا أول حاجة ركزت عليها من جيت للكاستينغ قلت اي حاجه معناتها بون بالنسبه للفضلات وباش المفضلات هذيك الناس قلت ليش تعملها. مي الفيت الحاجه المهمه بالنسبه لي انا اكثر انه التوعيه. دونك اذا كان سورتو تبدا من الصغير معناها من الباس تبدا، فهمتني؟ اذا كان صغير باش تعلم ان الحاجه هذيك لازم تقعد نظيفه والبلاصه اللي بجنبك تقعد نظيفه، وقتها يكبر عام نظافه وما يوسخش ديجا البيئه. وميم حتى واحد ما يدعي الكمال، معناتها انا واحده من الناس كي نبدا نمشي في الشارع وفي يدي كاغت نبدا فركس معناتها على بلاصه باش نرمي فيها لي بوبيل معناتها حاشيك. دونك وكي نلقى بلاصه معناتها ديجا هي معناتها مسخه من سي ديجا هي مسخه، دونك دو ناتور واحد يرمي في البلاصه اللي ديجا هي مسخه. دونك اذا كان جيت البلايص كل نظيفه واحد ما يتجرأش انه. يعطيكم الصحه نورتونا. يعطيك الصحه سي محمد، مرحبا بكم ان شاء الله العام الجاي كان عشنا وحينا العمر. دونك من الورد باش نحكيو على الفن، نحكيو على حفله صارت في المانيا